السهرة الثانية من مهرجان جميل العربي كانت بدايتها أمازيغية، وقعها رابح عصمة بإيقاع سريع صاحبه العزف على المندول. C'est un honneur de venir partager des bons moments comme ça avec le public, le moment de partage. C'est tout simplement, c'est vraiment un honneur pour moi. بالعربية والفرنسية غنى حسين الأصنامي لجمهور الليلة الثانية، كما قطف لهم من ريبرتوار دحمان الحراشي الأغنية التي تتحدث عن المهاجرين. C'était super. C'est pas fini mais on va continuer à s'amuser. كنا كنت مهاجر انا ثاني كيما قال دحمان الحراشي الله يرحمه، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، مرجعنا نولي لبلادنا وما كاش كيما الجزائر. اكبر حيز زمني فوق الركح كان لعاقل الصغير الذي قدم روائع الراحل شاب عقيل. ولبى للجمهور الذي تفاعل معه عناوين الأغاني التي طلبها. حاجة اللي عجبتني الناس كيمين غنيت الغناء تاع المرحوم، الناس قاعد تغني معايا، الناس قاعد تحبوا، الناس قاعد باسكو حاجة نقية، حاجة تدخل للدار صافي بليزي. لم تكن أغاني الراحل عقيل وحدها حاضرة، فقط اختار ياسين التيجر تقديم بعضا مما غنى الراحل الشاب حسني. هي سهرة جزائرية بطبوع منوعة نصبت عاقل الصغير نجما لها.